حسنا، تشعر أخيرا أنك مستعد لاستكشاف أسلوب الحياة الغامض والمغري لسائقي السيارات. الشيء الوحيد الذي يفصلك عن الطريق السيارة هو اختبار القيادة، ورغم أن فكرة اجتياز مثل هذا الاختبار قد تبدو صعبة للغاية بالنسبة لسائق مبتدئ، إلا أنه ليس هناك داع إلى الذعر. ستقودك العديد من النصائح البسيطة إلى طريق النجاح. والآن قد يبدو الأمر واضحا، ولكن قبل حجز اختبار القيادة يجب أن تتدرب جيدا. لا يمكنك مجرد الارتجال، يجب أن تكون مرتاحا خلف مقود سيارتك. إن أمكن تدرب في السيارة التي ستقودها أثناء الاختبار الفعلي. الأمر أنه لكل سيارة خصائصها الخاصة، وحري بك التعود عليها قبل الاختبار. أثناء التدرب من أجل الاختبار، اسأل شريكك في القيادة، سواء مدربك أو صديقك أو والدك، لكي يكون صادقا معك في تقييم أدائك. يجب أن يخبرك بكل خطأ تقوم به، كل إشارة عطاف تخطيتها، وكل نقطة محجوبة فشلت في رصدها. فكرة رائعة هي أن تتدرب في موقف سيارات للمكاتب، فعادة ما تكون فارغة في نهايات الأسبوع، ولا شيء سيزعجك أثناء التدريب. أيضا حاول الحصول على عدة مخاريط برتقالية للتدرب على الركن الموازي. بمجرد أن تختار يوم الاختبار، يجب أن تتعود أولا على المنطقة التي سيجري فيها الاختبار. عادة يحدث ذلك قريبا من موقع اختبارك، لهذا السبب يجدر استكشاف المنطقة قدر المستطاع. أنصحك بالتجول في الأرجاء والانتباه إلى إشارات المرور وحدود السرعة. أيضا حاول رصد جميع المخاطر المحتملة، وفكر حول كيفية التعامل معها بمجرد ظهورها أمامك. إن كان لديك خيار، اختر إجراء الاختبار في الضواحي بدلا من وسط المدينة، فهناك ستكون قيادة السيارة أصعب نظرا لوفرة اللافتات المرورية وحشود المشاة والعديد من الإشارات الضوئية والاختناق المروري. حتى إن كنت ستجري اختبارك في فصل الصيف، لا يمكن لأحد أن يضمن لك أن الطقس في يوم الاختبار سيكون جافا ومشمسا. لهذا السبب يجدر أن تتعلم القيادة في مختلف الظروف، عندما يكون الطقس ممطرا مثلا أو ضبابيا أو حالكا. عليك إجراء الاختبار في الوقت الذي لا يكون لديك أي شيء يشغل تفكيرك. إن كنت منهمكا في الاختبارات المدرسية أو الجامعية، أو تمر بمشاكل أسرية أثناء الاختبار، فمن المحتمل أن تقترف أخطاء فادحة وتفشل في نهاية المطاف. يجب أن يحظى اختبار القيادة باهتمامك الكلي. إن كنت تعرف شخصا ما قد أجرى الاختبار مؤخرا، أطلب منه إطلاعك على تجربته جملة وتفصيلا. بهذه الطريقة لن تتفاجأ كثيرا يوم الاختبار، والأكثر من ذلك ستعرف ما عليك الحذر منه، خاصة إن كان الشخص الذي تستجوبه يتذكر بعض الأجزاء المستعصية بشكل خاص أثناء الاختبار. قبل اجتياز اختبار القيادة مباشرة، سيتم فحص السيارة التي ستستعملها. هكذا سيحرص الفاحصون على أن تتوافق سيارتك مع المعايير الدنيا. لتجنب أي تأخيرات في اللحظة الأخيرة، خذ سيارتك التي ستقودها يوم الاختبار للقيام بفحص سريع. تأكد من عمل الأضواء، بما في ذلك أضواء الفرامل والكشافات والأضواء الأمامية، بصورة صحيحة، وإلا قد تفشل في الاختبار قبل أن تبدأ حتى. تعرف على مكان جميع الأزرار الأساسية في سيارتك وتعلم كيفية استعمالها. يمكن أن يطلب الفاحص تشغيل المساحات ومكابح الطوارئ ومزيل الصقيع والأضواء التحذيرية والبوق، ويفترض منك الإشارة إليها فوراً. شيء آخر، يجب أن تتحقق قبل الاختبار من حالة الإطارات ومستوى سائل المساحات ونظافة زجاجك الأمامي. يجب أن لا يحمل الزجاج الأمامي أي شقوق أيضا. احفظ جميع الإشارات اليدوية عن ظهر قلب، لأنها من بين أكثر الأسئلة التي تطرح أثناء اختبار القيادة. قبل أن ينضم إليك الفاحص إلى السيارة، عليك ضبط المرايا بطريقة تسمح لك برؤية الطريق وأي أخطار محتملة بوضوح. أيضا بمجرد أن يبدأ الاختبار، يجب أن تتحقق أمامه من المرايا. بهذه الطريقة سيعرف الفاحص بأنك تدرك مدى أهمية هذا الإجراء. في يوم الاختبار، تذكر أن تحمل معك جميع المستندات الهامة، بما في ذلك التصريح وبوليصة التأمين للسيارة وشهادة التسجيل. استعمل السيارة التي تشعرك بالراحة أكثر، ولكن ضع في اعتبارك أنه من الأسهل دائما اجتياز اختبار القيادة على سيارة ذات الناقل الحركي الآلي.
إن كنت ستقود سيارة ذات ناقل يدوي في مرحلة ما، ربما يجب أن تفعل ذلك بعد الاختبار. لبدء الاختبار بصورة صحيحة، يجب أن تصل إلى هناك في الوقت المحدد، ومن الأفضل أن تصل إلى مركز الاختبار قبل 15 إلى 20 دقيقة من الاختبار. بهذه الطريقة سيكون لديك متسع من الوقت للاستعداد دون الاضطرار إلى الانتظار لوقت طويل، وتتنامى بداخلك مشاعر القلق والتوتر. بمجرد أن تركب السيارة، ضع حزام الأمان. المشكلة أن العديد قد ينسون في يوم الاختبار هذه الخطوة الأساسية والمهمة من شدة التوتر. في معظم مراكز الاختبار يسمح لك باصطحاب مدربك في القيادة أثناء اجتياز الاختبار. إذا إن كنت تعتقد أن وجوده سيشعرك بالراحة، لا تتردد في دعوته للقيام بجولة معك. إن فشلت في سماع تعليمات الفاحص بوضوح أثناء الاختبار، حافظ على هدوء أعصابك واطلب منه أن يعيد ما قاله. لا داعي للذعر، إن فعلت ذلك فقد تفقد تركيزك وتخطئ. حتى إن قمت بخطأ ما، لا تقلق أو تفترض أنك قد فشلت. يمكنك القيام إلى ما يصل إلى 15 خطأ صغيرا أثناء الاختبار، لذا لا داعي للقلق عبثا. كن حذرا بشكل خاص عند المرور بمناطق مدرسية أو سكانية أو متنزهات، باختصار جميع المناطق حيث تكون مستويات السرعة مقيدة على الأرجح. أثناء القيادة، ضع يديك الاثنتين على عجلة القيادة طوال الوقت. لا تنسى التحكم في مكان يدك طوال الاختبار، وعلاوة على ذلك ضع في اعتبارك أنه لا ينبغي السماح للعجلة بالانزلاق بين يديك عند الانعطاف. تمسك بها جيدا طوال الوقت. تجنب التوقف قريبا جدا من السيارة أمامك، يجب أن تكون قادرا على رؤية إطاراتها الخلفية من مقعدك. في كل مرة تغير الممرات، انظر فوق كتفك ولا تنسى استخدام الغمازات. حافظ على سرعة ثابتة أثناء القيادة، لا تقود سيارتك بسرعة كبيرة أو ببطء، اتبع الحد الأقصى للسرعة، وإلا ستفقد نقاطا في الاختبار. لا تخشى استعمال البوق عند الضرورة، فمثلا إن اقتربت منك سيارة أخرى كثيرا، أو إن كان يحاول حشرك في الممر الموجود أمامك مباشرة. يمكنك أن تتخيل أن هناك كأسا من الماء فوق لوحة القيادة. حاول قيادة سيارتك على نحو سلس وبكل حذر لكي لا تنسكب تلك المياه الافتراضية. يجد بعض السائقين المبتدئين أن فتح النوافذ أمر مفيد جدا. بهذه الطريقة سيشعرون أنهم مدركون أكثر للمخاطر المحتملة أو السيارات الأخرى، ففي النهاية يمكنك سماع السيارات التي تقترب منك قبل رؤيتها حتى. حاول إيلاء اهتمام خاص بالحافلات المدرسية. إن رأيتها تركن على جانب الطريق وأضواؤها تومض باستمرار، أوقف السيارة وانتظر، فهذا يعني أن الأطفال ينزلون منها في تلك اللحظة. عند قيادة السيارة إلى الخلف، انظر دائما فوق كتفك وعلى اليمين واليسار. أيضا انظر إلى المرايا لتقييم الوضع، سيتوقع منك الفاحص بالتأكيد القيام بهذه الإجراءات. عند الانعطاف، شغل الغمازات بشكل صحيح قبل القيام بذلك الإجراء، ولكن ليس في وقت مبكر جدا، وإلا قد تربك السائقين الآخرين. ولكن ضع في اعتبارك أنه لا داعي لاستعمالها إن كنت تتبع منعرجات الطريق. عند المفترق، احذر من الأطفال أو المشاة أو الدراجات والسيارات وما إلى ذلك من المخاطر المحتملة. افعل ذلك قبل الوصول إلى مفترق الطرقات. يجب أن تتوقف كليا عند كل مفترق يحمل إشارة قف. لا تدع سيارتك تفوت الإشارة، لأن هذا خطر وغير قانوني على حد سواء. أيضا بعد الوصول إلى تلك اللافتة، انتظر بضع ثواني، ومن ثم فقط يمكنك السير مجددا. ومن ناحية أخرى، لا تتوقف ما لم تكن مضطرا إلى ذلك، وإلا ستعيق السيارات الأخرى. بمعزل عما إذا نجحت أو فشلت، سيعطيك الفاحص بعض الملاحظات التي تتعلق بأدائك في نهاية الاختبار. أصغ إليه جيدا، لأنها قد تكون أفضل النصائح في القيادة التي ستحصل عليها. بهذه الطريقة ستتعلم كل شيء يتعلق بالقيادة والأخطاء التي اقترفتها، وكيف تتصرف بشكل أفضل في المرة المقبلة هذا إن فشلت. إن اجتزت من قبل اختبار القيادة، أخبرني في قسم التعليقات كيف سار الأمر. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم، فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء. ولكن مهلا، لا تذهب إلى ركن سيارتك بعد، فلدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة والممتعة للمشاهدة. اضغط على اليمين أو اليسار.
مشاهدة طيبة للجميع، ولا تنسوا البقاء على الجانب المشرق من الحياة.